تستضيف الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات أواخر شهر نوفمبر إن شاء الله الاجتماع السنوي لأكاديميات العلوم الإفريقية تزامنا مع الجمعية العامة. يكون هذا الاجتماع بالمركز الوطني الدولي للمؤتمرات، ويكون حول موضوع العلوم والموارد لتنمية إفريقيا. هذا الاجتماع راح يكون فيه ثلاث محاور هامة. المحور الأول هو الصحة، صحة واحدة في إفريقيا. المحور الثاني هو الكوارث الطبيعية وتأثيرها على الصحة وعلى المناخ. والمحور الثالث راح يكون حول كيف تكون يعني إشراك جميع الدول من الناحية العلمية باش يوصلوا يعني النتائج، يكون فيها تعاون بين الدول الإفريقية حول مواضيع علمية وتكنولوجية.